بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة التوحيد الخالص، واللي احنا هنستخلصها من سورة الإخلاص. سورة الإخلاص هي من السور المكية، هي عبارة عن 4 آيات، وطبعا بيظهر عليها، إذا قلنا أنها من السور المكية، أنه بيظهر عليها أمارات القرآن المكي من الاهتمام بالعقيدة وأمور العقيدة وقضاياها وتقريرها كذلك. لذا أورد بعض أهل التفسير أنه من أسماء سورة الإخلاص سورة التوحيد، وتسمى كذلك بسورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين وأساس العقائد. كذلك سورة الإخلاص هي تعدل في ثواب قراءتها ثلث القرآن الكريم كما هو وارد في الروايات الصحيحة. ورد في سبب نزول سورة الإخلاص ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الترمذي في السنن عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا محمد انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات الحقيقة الأربع المباركات نزلت جوابا لمن سألوا عن صفة الرب الخالق. معناها إيه؟ معناها أن الله تعالى هو الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له سبحانه وتعالى، ولا تختص العبادة إلا به سبحانه وتعالى. هو سبحانه أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. يعني إحنا ما نقيس أفعال الله على أفعالنا ولا أفعالنا على أفعال الله، ما يمكنش، لأنه أحد، أحد في الذات وفي الصفات والأفعال. هو الخالق وإحنا المخلوقين، هو القاهر ونحن المقهورون، ليس له نظير ولا مثيل له سبحانه جل في علاه، إذ هو خالق الكل ومالك الجميع، وهو المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وهو الصمد، الصمد يعني السيد الذي له مطلق السيادة. المقصود الصمد، المقصود في قضاء الحوائج اللي استغنى سبحانه وتعالى عن كل خلقه وافتقرت إليه كل المخلوقات. سبحانه ليس له ولد ولم يولد، عشان يبقى في انتفاء من يشابهه ويماثله، الانتفاء من يشابهه ويماثله ويناظره، إذ الولد يجانس والده ويشابهه، وذاك منفي عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بيستفاد من وصف الله تعالى بالأحدية، الله أحد، أنه تعالى سبحانه وتعالى واحد مختص بالألوهية لا يشارك فيها سبحانه وتعالى. وده بيان ورد على أهل الشرك، سواء المخاطبين بهذا في زمن النبوة أو في كل زمان ومكان. الله أحد، أحد لفظ أدق من واحد، لأنه بيعطي معنى أن لا شيء غيره معه، وأن ليس كمثله شيء، لا في حقيقة الوجود ولا في حقيقة الفاعلية ولا في أي صفة من الصفات الذاتية. يستفاد من ذلك معاني كثيرة لو إن القلب أشرب هذه المعاني، معنى التوحيد بصدق وتحقق في هذا المعنى. يستفاد من وصفه تعالى بالصمدية، الله الصمد، أنه تعالى سبحانه وتعالى
وحده هو الذي يصمد إليه في الحاجات، هو اللي بنرجع له في الحاجات وكل شيء، هو المقصود في جميع الحاجات، لأنه سبحانه وتعالى القادر على تحقيقه. هو لا يحتاج لشيء، بل كل الوجود محتاج إليه، كل الوجود بيستمد منه سبحانه وتعالى وجوده، من صاحب الوجود بحق جل في علاه. هو الله الذي يقصد إليه كل مخلوق ولا يستغني عنه أحد، هو الغني سبحانه وتعالى عنه. وفي ده إبطال لاعتقاد المشركين من وجود الشفعاء. وأتذكر كلمة سيدي بن عطاء الله السكندري، وهي توصف المعنى ده بحلاوة لفظية وعمق في المعنى. يقول سيدي بن عطاء الله السكندري، قل: نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. من اللي أوجدنا؟ هو سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعمة إيجادنا وخلقنا. حد تاني؟ حد ادعى أنه خلقنا غيره سبحانه وتعالى؟ مفيش. ومش كده وبس، مش خلقك وسابك، ولكن خلقك وأمدك بأسباب البقاء، لأنه لو ارتفعت يد القدرة عن إمدادنا بأسباب البقاء لفنينا، متنا، انتهينا. وكذلك لو رفعت يد القدرة عن إمداد الوجود كله بأسباب البقاء لانطمست الأكوان. لا حقيقة إلا للوجود الإلهي، لا إله إلا الله. فاعلية الإرادة الإلهية واضحة في كل شيء. سبحان الله، سبحان الله. فبما تتعلق قلوب العباد إذن؟ لو أنا فهمت المعنى ده بجد، كل موجود لا وجود له من ذاته. أنت مش موجود بذاتك، أنت موجود بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، حيث فاعلية الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى. فإذا تشرب القلب هذا المعنى، خلص هذا القلب وخلص هذا القلب من كل غير، ما يبقاش فيه غير مولاه، لا إله إلا الله. وبقى في الحال ده العبد بربه، وتعلق بالذات الواحدة المتفردة جل في علاه، لا إله إلا الله. إذا استقرت حقيقة التوحيد في القلوب، نزع من القلب خوف الرهبة وهم الرغبة، يعني خوف الرهبة من أي شيء، وأنت تعلم أن الله هو الفاعل في الحقيقة، وهم الرغبة، رغبات، خوف من خايف، عايز، حامل هم الرزق، وحامل هم التحصيل، وحامل هم أنك تاخد، ورغبات متعددة يجتمع كل ما فيك على لا إله إلا الله، فبتخلص من الشتات اللي يشتت فكرك وذهنك والخاطر بتاعك، وتتوحد كل ما فيك على انك توجه القلب على لا إله إلا الله. إذا وصلت الحالة دي رأيت الله هو الفاعل في كل شيء، فتتجه إليه سبحانه وتعالى وحده في الرغبة والرهبة وفي السراء والضراء وفي النعماء والبأساء، فتسير في هذه الحياة الدنيا متحقق بلا إله إلا الله، وتصبح عقيدة التوحيد في قلبك أساس التوحيد الخالص، أساس ومعتقد أنت بتسير به، منهج حياة أنت عايش به، بيتحول مفهوم التوحيد الخالص اللي في قلبك أشربه قلبك لمنهج عملي واقعي تحيا به في حياتك. ولا شك أن التوحيد الخالص اللي روحه الإخلاص، كما هو مطلوب ومؤكد عليه على سبيل طبعا الحتم في باب التوحيد والعقيدة، لأن هو ده الأساس اللي بننطلق منه، فإن أيضا الإخلاص ركن أساسي في قبول الأعمال. ليه؟ لأن من علم أن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه في كل شيء، في المهمات وفي المهمات وفي جميع الأمور الشدائد وفي كل شيء صغير وكبير، وجب عليه بعد اعتقاد ذلك أن يخلص في جميع الأعمال له سبحانه وتعالى. طالما أنا عرفت أنه لا إله إلا الله، يبقى أخلص
له في جميع الأعمال سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسئل الفضيل بن عياض، وإحنا أشرنا إليه أمس، وهو أحد العلماء الكبار والزهاد والعباد عليه الرضوان، سألوه عن تفسير أحسن العمل في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسألوا: إيه أحسن العمل؟ فقالوا له، فقال لهم: هو أخلصه وأصوبه. قال الفضيل: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. فقالوا له: وما أخلصه وأصوبه؟ فقال الفضيل بن عياض: إن العمل إذا كان خالصا، يعني كنت أنت بتعمله خالص لوجه الله ولم يكن صوابا، يعني ما عملتوش صح، العبادة ما أدتهاش بالطريقة المعروفة السليمة والصحيحة، لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا، يعني كان العمل أنت بتأدي العبادة وعارف المعلومات الخاصة اللي بيها وبتؤديها كما ينبغي، ولم يكن العمل، يعني إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا، ما كنتش أنت متوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، لم يقبل حتى يكون العمل خالصا صوابا، يعني خالص لوجه الله الكريم صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحقيقة الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا أو مطلعا عليه غير رب العالمين سبحانه وتعالى، بحيث يكون مقصودك الدائم في هذه الحياة هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه، سواء ده في أقوالك أو في أفعالك أو في أحوالك أو في مقصود قلبك. ما أنت في عملية دائمة أبدا، إنك بتخلص القلب مما سوى الله، ما يبقاش في غير لا إله إلا الله، ده تدريب، لأن بتبدأ مقصود قلبك الله في كل شيء، وإذا قصدت بعمل أو بعبادة تقصد من ورائها رضا سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن فمعنى الإخلاص هو أنه يخلص الإنسان نيته لله رب العالمين، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، خالصا من الشرك، خالصا من الرياء. ده كله يعود إلى نية الإنسان وقصد الإنسان، وإحنا في أيام شريفة لازم أشتغل على ده عشان يكون ده طريقي بعد كده، مش في رمضان بس، رمضان نقطة الانطلاق وبداية التغيير كل عام، من حسن لأحسن ومن سيء إلى أحسن ومن بعيد إلى مقترب، اقترب من الطاعة، ده شهر التغيير. ولأن الإخلاص باب مهم وهو الأساس في كل شيء، اعتنت السنة النبوية المطهرة عناية عظمى في بيان أهمية الإخلاص وضرورة الإخلاص. نجد ده مثلا في الحديث الشريف اللي افتتح به الإمام البخاري رضي الله عنه صحيحه، ابتدى به الصحيح بتاعه لأهمية هذا الحديث. الحديث مروي عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مقصود الحديث إيه؟ مقصود الحديث التنبيه والتأكيد على أهمية النية قبل البدء في الأعمال، وعلى تصفية النية وتجردها مما سوى الله قبل الأقدام على أي حاجة أنت هتقوم بيها، على أي عمل أنت هتقوم بيه، حتى تقع موقع القبول، أو يقع هذا العمل موقع القبول. فيصرف المؤمن نظر قلبه عما سوى الله سبحانه وتعالى، حتى تصرف نظر نفسك عن نفسك التي بين جنبيك، فتجمع القلب على الواحد الأحد، ما تتشتتش بتبص لده وشايف ده وعايز ده ومشغول في ده، لا، اجمع شتات النفس على الله، لا إله إلا الله،
على التوحيد الخالص. كل ما قلبك يشرب المعنى ده خطواتك تبقى راسية، هدوءك بيكون أكتر، طمأنينة شديدة وسكينة دائمة بفضل التوحيد الخالص. ويحسن بنا بلا شك وإحنا بنختم الكلام عن جوهرة التوحيد الخالص في سورة الإخلاص، هذه السورة المباركة، إن إحنا نذكر طرفا من فضل هذه السورة الكريمة وفوائدها. فهي صفة الله تعالى وموضحة لأهم أعمال القلوب والجوارح، لأنها بلفظها سورة الإخلاص بلفظها بتدل على أهمية التوحيد الخالص، وبدلالتها كذلك تدل على أهمية وقوع العبادات على جهة الإخلاص للواحد الأحد. من ذلك الفضل لهذه السورة المباركة اللي نبه إليه الوحي الشريف ما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. النبي بعث واحد على فرقة، سرية فرقة مجموعة يقوموا بمهمة معينة، يستقصوا عن شيء، يأدوا مهمة معينة. فبعث رجلا على سرية، فكان الرجل ده لما يقوم الناس يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، يعني أما يبتدي أمهم ويقرأ بيهم في الصلاة يقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر من القرآن، ثم يختم في كل ركعة بقول هو الله أحد، يقرأ الفاتحة ما تيسر من القرآن ويختم القراية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهكذا في كل ركعة. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اسألوه لأي شيء يصنع ذلك وبيعمل كده ليه. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، بيتكلم على سورة الإخلاص، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومن أحب كذلك سورة الإخلاص واضب على قراءتها كانت سببا في دخوله الجنة، كما ورد في الأثر الصحيح. كان في موقف لواحد من الأنصار كان بيعمل عكس ذلك الذي أرسل به النبي على رأس سرية، كان يختم بالإخلاص، كان يفتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص وبعد كده يقرأ ما تيسر من القرآن، وكان مصر على الطريقة دي، يقرأ الفاتحة وبعدين الإخلاص وبعدين ما تيسر من القرآن، وكان مصرا على هذا الأمر. فلما سألوه أنت بتعمل كده ليه، قال لهم أنا أحبها فوجبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأن وجبت له الجنة بحبه إياها، أي بحبه سورة الإخلاص. وطبعا الحب ده مش جاي كده، جاي بعلم، هو بيحبها لأنه فهمها إنها صفة الرحمن، وإنها بتورث القلب التوحيد الخالص، وإنها بتدفع بالقلوب إلى الإخلاص في كل العبادات لله سبحانه وتعالى. فلما فهم وعلم امتلأ قلبه بالمحبة، العلم النافع. كذلك قراءة سورة الإخلاص بتمنع الضرر وتكفي من الشرور، وإحنا بنسرح عنها وبنسهى عنها. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، يقرأ في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. إحنا بس نتذكر ونذاكر العلم، لنتذكر العلم ولنعمل به، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يصنع ذلك إنما ذلك لخير عظيم، إنه ينفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، اللي يطوله من جسمه بعد القراءة اللي نفثها في يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما ما بلغت يداه من جسده. والحقيقة هذه جوهرة فوق جوهرة، والقرآن الكريم كله جواهر، والقرآن الكريم كله شفاء ونور وبركة. ونسأل الله تعالى العلي العظيم أن يرزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب، وأن يشرب قلوبنا معنى التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم آمين. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.